السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من كورس اردوينو توتوريال اونو اوميجا 2560. ان شاء الله النهارده هناخد الدي سي موتور. هنبدا باول محاضره. سلسله الدي سي موتور عباره عن 3 محاضرات. هناخد النهارده اول محاضره وهي التايب سوي درايفر. الدي سي موتور ممكن يبقى طرفين وممكن يبقى 4 اطراف، طرفين دي زي وخلاص. اما الاربع اطراف بيبقى طرفين لتغذيه الموتور وطرفين لمين؟ لقياس سرعه الموتور، سواء كان خاص بالتاكو او الانكودر. طبعا الدي سي موتور تايبس كتير قوي. الالكتريك موتور عموما بينقسم لاي سي ودي سي. الاي سي موتور عباره عن سنكرونس واي سنكرونس. تقريبا كل واحده فيهم بتنقسم لمجموعه او سلسله من كاتيجوريز تانيه، لكن ده مش موضوعنا النهارده. اما الدي سي موتور بينقسم لبراشد بيستخدم فيها الفرش الكربونيه، اما البراشلس مش بيستخدم فرش كربونيه. او ممكن التقسيم بتاع الدي سي موتور بيبقى بيرمننت ماجنت وسيلف اكسايتد وسيبريتلي اكسايتد. اما السيلف اكسايتد بينقسم لشنت وسيريز وكومباوند. الكومباوند بينقسم الى كوميوليتيف وديفرنشال. كل من الكوميوليتيف والديفرنشال كومباوند في منهم اللونج والشورت شنت. طبعا زي ما احنا شايفين التايبس كتير قوي. هنشتغل على البيرمننت ماجنت. طبعا الدي سي موتور عشان اوصله بالاردوينو او بالمايكرو كنترولر عموما ما ينفعش يتوصل مباشر لاسباب كتيره. ممكن يكون التغذيه بتاعه الموتور اللي هشغله بيها اكبر من التغذيه اللي باخدها من المايكرو كنترولر، وكمان ممكن التيار اللي محتاجه الموتور عشان يشتغل اكبر من التيار اللي بيمدني بيه المايكرو كنترولر. والسبب التاني اللي هو ان الدي سي موتور عباره عن ملفات، والملفات بتخزن الطاقه. في حاله فصل التيار عنها فبتولد باك اي ام اف ممكن تاثر على المايكرو كنترولر عموما تحرق. فدايما بتجنب المشكله دي وبوصل عن طريق ترانزستور، بستخدم ترانزستور كسويتش. هنا الترانزستور بتاعنا بي سي 547 نوع ان بي ان. طبعا بوصل الميتر بالارضي والموتور بيبقى مع الكوليكتور، وبعد كده هنا الطرف ده الفي سي سي اللي هو تغذيه الموتور. بحط هنا دايود في الاتجاه المعاكس اسمه فري ويلينج دايود، وهنعرف دلوقتي استخدامه ليه. طبعا مع البيز بحط مقاومه هنا قيمتها بالظبط هنعرفها كام. وبالتالي انا لما احط 5 فولت على البيز هنا الترانزستور ده هيبقى اون، هيبقى كسويتش مش اكتر. هدفعه انه يشتغل منطقه الساتوريشن، وبالتالي هيمرر تيار من الفي سي سي للموتور للارض. بالتالي كده انا قفلت دايره مين؟ دي سي موتور، فهيشتغل. ولما انا احط 0 فولت هنا الترانزستور ده بيفصل، فبالتالي انا بقطع مسار التيار، فبالتالي مفيش تيار هيمر في الموتور هنا. طبعا في النقطه دي في حاله فصل التيار عن الترانزستور، وبالتالي الموتور مازال فيه طاقه متخزنه عايز يفرغها، فبيبقى قدامه ان هو يفرغ في الترانزستور. هو يفرغ في مين؟ في البيز كده اللي واصله بالمايكرو كنترولر، ويحرق لي مين؟ المايكرو كنترولر. فانا عشان اتجنب المشكله دي بحط فري ويلينج دايود في الاتجاه المعاكس، فبالتالي لما انا عايز افرغ الطاقه بتاعت الموتور دي ما تروحش للترانزستور اللي هو مفصول، ده تروح المسار ليها بيبقى الدايود هنا فورورد وبيفرغ فيها. هنشوف الكلام ده دلوقتي على الدايره العمليه. طبعا انواع الترانزستور كتير، منها الموسفيت ومنها البي جي تي. البي جي تي اللي هو باي بولر جنكشن ترانزستور. انا هستخدم الباي بولر. طبعا الباي بولر فيه نوعين منه، ان بي ان وبي ان بي. دايما هستخدم الان بي ان، اما البي ان بي مش هستخدمها، هنعرف السبب ليه. نروح دلوقتي لسبب انا ليه بوصل دايود مع الموتور هنا في الاتجاه المعاكس. تعال نشوف كده الدايره العمليه دي. طبعا الترانزستور هنا انا حاطط له مقاومه بحيث ان انا ادفع الترانزستور لمنطقه الساتوريشن. هنعرف نحسبها ازاي دلوقتي، بس يهمنا دلوقتي انا ليه بحط دايت في الاتجاه المعاكس. تعالى هنا كده نجيب بروب هنا كده عشان نقيس الفولت. انا حاطط 5 فولت على البيز هنا، والموتور بتاعي هنا اهو بيشتغل ب 12 فولت. ترانزستور مستخدمه ان بي ان اسمه تي اي بي 120. تعال كده نشغل نعمل ران. هنلقى هنا الفولت اللي بين الكوليكتور والاميتر تقريبا 658 ملي فولت، وده مين قيمته اهو، قيمته صغيرة جدا زي ما احنا شايفين. تعال لما نفصل كده نحط هنا 0 فولت عشان نوقف. نركز هنا 0 فولت اهو، حطيت على البيز 0. بصوا كده ايه اللي يحصل. تعال نوقف كده، هقول ليها فيت داتا. بصوا كده هنا الفولت اللي على الترانزستور هنا عمل ايه؟ بيقيس فيه سبايك كده، معناه ان كانت في طاقة متخزنة في الموتور وعايز يفرغها، ففرغها في الترانزستور للأرضي اللي هي السبايك اللي هنا دي. وصلت تقريبا ل 140 فولت. طبعا ده الفولت كبير جدا، فممكن يحرق المايكرو كنترولر بتاعي. نجرب تاني برضو. تعال نحط هنا 5 فولت، هنشغل تاني نعمل ران. هنلاقي بص كده
القيمة اللي طالعة هنا صغيرة جدا، هنقول له fit to data. بص القيمة اللي طالعة 660 بالملي فولت. تعال كده نفصل نخليه دي زيرو زيرو، نقول له fit to data. بص كده السبايك اللي حصل دي، السبايك اللي هنا دي، تعال نوقف كده. طب تعال نوصل الدايود ونشوف الفرق. هنحط هنا 5 فولت وهنشغل، هنلقى نفس القيمة اللي هي كام؟ 658 ملي فولت، اللي هي كانت قيمة من شوية زي ما هي في حالة الأون. لما يكون أنا حاطط 5 فولت ده هيبقى شورت سيركت، هيبقى مفيش مشكلة. تعال كده نحط ده 0 فولت هنا، نعمل فت كده. بصوا كده السبايك اللي كانت هنا اتشالت، يعني لما اتطبق دلوقتي 12 فولت، يعني هو مباشرة عمل اوف واتطبق عليه 12، السبايك اللي هنا اتشالت. نعمل تاني، نحط هنا 5 فولت. بصوا كده هيبقى هنا الجهد بين الكوليكتور والإميتر جهد صغير جدا، تقريبا 600 ملي فولت، يعني ما يقرب من نص فولت فقط، يعني كده ان الترانزستور شغال في الساتوريشن. تعال كده نحط 0، بس المرة دي مش عايزك تبص على الكيرف تحت، لا بص على مسار التيار هنا، بص على مسار التيار اللي هيطلع هنا، يا ترى هيمشي في ترانزستور ولا هيرجع في الدايود؟ نحط 0. بص كده مسار التيار بيمشي فين؟ في الدايود، ويقف بعد فترة معينة، والسبايك زي ما احنا شفنا اتشالت مش موجودة. يعني ايه لازمة الفري ويلنج دايود؟ ان هو بيشيل السبايك، لان بيخلي الطاقة اللي في الموتور بتتفرغ عن طريق الدايود ده. طبعا الدايود ده اللي هختاره لازم يبقى باور دايود مش دايود عادي، عشان يقدر يستحمل السبايك اللي كانت تطلع من شوية. والدايود دايما بستخدمه ده في حالة ان انا بشتغل مع مواتير او ملفات، اي حاجة فيها ملفات لازم اوصل دايود في الاتجاه المعاكس، ده اسمه فري ويلنج دايود. طبعا اي موتور في الدنيا عندنا ليه داتا شيت عن طريقها بقرا الفولت. هنا مثلا الموتور ده بتاع لعبه اطفال بيشتغل من 3 ل 6 فولت، كمان بيقول لي الكرنت بتاعه عباره عن 350 ملي ل 400 ملي امبير، سرعته 8000 ار بي ام لما طبع عليه 3 فولت. هنلاحظ هنا تياره كام؟ 400 ملي امبير، فبالتالي ما اقدرش اوصله مباشره مع المايكرو كنترولر، ان 400 ملي امبير دي كبيره جدا. نروح لموتور تاني ده بيشتغل ب 12 فولت عندي، بيقول لي ان هو التيار بتاعه 140 ملي امبير في حاله انه لود، ان انا مش مطبق عليه لود. كمان في حاله ان انا هطبق عليه لود الكرنت بتاعه بيوصل ل 800 ملي امبير. بيقول لي هنا الستيل كرنت 3000 ملي امبير، الستيل كرنت اللي هو حاله ان انا بوقف الشافت، يعني بطبق عليه لود اللي تخلي الشافت يوقف الموتور ما يتحركش، بتوصل ل 3000 ملي امبير، دي يعني تقريبا 3 امبير، قيمه كبيره جدا. طبعا انا لما بعمل ديزاين للدايره بتاعتي بعمل ديزاين على مين؟ الستيل كرنت اللي هو في حاله ان الايقاف الكامل للموتور، ان انا بطبق عليه فول لود اللي هي مين؟ 3 امبير. ما اعملش ديزاين على القيمه دي ولا ديزاين على القيمه دي، بعمل الديزاين بتاع الدايره بتاعتي على القيمه الماكسيمم. طيب لو انا ما عرفتش اقرا من الداتا شيت قيمه الفولت والتيار، لان الفولت والتيار بتاع الموتور مهمين قوي في الديزاين بتاع الدايره، بناء عليها بختار نوع ترانزستور واقدر اعمل ديزاين للدايره. لو ما عرفتش مش مكتوب على ظهر الموتور الكلام ده، او ما عرفتش اوصل للداتا شيت، ببساطه هتجيب الدي سي موتور بتاعك، تاخد الطرفين تخلي الفولتميتر على وضع اوم وتقيس مقاومه الموتور، يبقى قيس المقاومه الداخليه للموتور او مقاومه الملفات. الكلام ده ينفع مع الريلي في حاله ان انا بقيس مين؟ مقاومه الملف. اي حاجه فيها ملف سواء موتور او ريلي باخد الوضع اوم على الفولتميتر واقيس قيمه المقاومه. يبقى أول حاجة أقيس قيمة المقاومة، تطلع وليكن قيمة 8 أوم مثلا. بعد كده أنا عارف الموتور بتاعي بيشتغل ب 12 فولت، أروح أقسم الفولت على قيمة المقاومة، بيديني الماكسيمم كرنت اللي بيشتغل عليه مين؟ الموتور. طب في واحد ممكن يقول لي إيه؟ أطبق 12 فولت على الموتور وأحط الأميتر توالي في الدايرة وأقيس التيار. هقول له غلط، لأن أنت شغال هنا في حالة النو لود، عايز تقيس فعلا الماكسيمم كرنت. أي نعم طبق عليه 12 فولت التغذية بتاعته لو الموتور بيشتغل ب 12، لو شغال ب 24 طب 24 وحط الاميتر توالي، بس وقف الشافت بتاع الموتور وهو بيدور. طبعا لو كانت المواتير ضخمه انت مش هتعرف تعمل كده، هيبقى صعب ايقافها، هتوقفها يدويا، ان انت هتحط ايدك على الشافت ووقتها قيس التيار هنا، هيطلع لك فعلا القيمه دي مقاربه للقيمه اللي احنا حسبناها اللي هي الفولت على المقاومه. يا ترى الترانزستور اللي انا هختاره اي نوع فيهم؟ انواع الترانزستورات كتير جدا، فاول حاجه عشان اختار الترانزستور بتاعي لازم اعرف الفولت والتيار اللي بيشتغل عليه الموتور. احنا اتفقنا الموتور بتاعنا وليكن 12 فولت وهيسحب تيار 1.5 امبير، يبقى انا اعمل ايه؟ اشوف الترانزستور اللي نوعه ان بي ان وبيحقق الريتنجز دي،
يعني يحقق ان هو فعلا يستحمل 12 فولت ويستحمل 1.5 امبير. انا عملت لكم جدول بالان بي ان ترانزستور، هنا معانا بي سي 547 بيستحمل 45 فولت والتيار بتاعه 100 ملي امبير، والاتش اف اي اللي هي البيتا بتاعته 110. طبعا دي سي موتور بتاعنا 12 فولت، هتلاقي كل الانواع دي تنفع مع الفولت بتاع الموتور تمام، لكن التيار بتاعه 1.5 امبير، هنا كام؟ 100 ملي. يبقى الموتور بتاعنا ما ينفعش معاه ترانزستور بي سي 547، لان التيار بتاع الموتور اكبر من التيار اللي هيستحمله الترانزستور، هيتحرق منه. هنزل تحت بالجدول هنلقى اول نوع ينفع اللي هو 1.5 امبير اللي هو بي دي 139. طبعا هنا مش هينفع لان انت مستخدم 1.5 امبير بالظبط، لا طبعا لازم استخدم رينج اكبر في حاله الترانزستور. يبقى ينفع معايا تي اي بي 31A، ده بيستحمل 60 فولت فعلا، هنا ده 12 فولت الموتور هيستحملها، و3 امبير وده 1.5 هيستحملها. يبقى من هنا ونازل ينفع استخدم ترانزستورات مع الموتور بتاعي، لكن انا في الغالب هستخدم تي اي بي 120 بيستحمل ل 5 امبير والبيتا بتاعته 1000، ده النوع اللي انا هستخدمه. الكلام ده انا جبته من فين؟ من الداتا شيت. تعال نبص كده مع بعض في الداتا شيت. ده البي سي 547، وطبعا الداتا شيت مش للترانزستور بس، دي لكذا نوع من الترانزستورات اللي هو 546 و47 48 49 و50. بيقول لي ان لو انت عايز هاي فولتج استخدم 546 اللي الفولت بتاعه بيوصل ل 65 فولت. بيقول لك لو انت عايز لو نويز، يعني الترانزستور بتاعك يبقى اقل حساسيه للنويز، استخدم بي سي 549 وبي سي 550. طبعا الكلام ده ادفانسد شويه، بس يهمني انا ابسولوت ماكسيمم ريتنجز، يهمني الفي سي اي او اللي هي الكوليكتور والاميتر اللي هو اقصى جهد يستحمله الترانزستور بتاعي. مكتوب بي سي 547 بيستحمل 45 فولت، ومعايا كمان هنا الاي سي اللي هو اقصى تيار يستحمله الترانزستور عباره عن 100 ملي امبير. ننزل تحت كمان الاتش اف اي بتاعتي اللي هي البيتا دي سي كارنت جين، قال لك من 110 ل 800. طب يا ترى المينيمم 110 والماكسيمم 800، يا ترى اختار 110 ولا اختار 800 ولا اختار ما بين؟ شوف الكلام ده في الرسم. الفي سي سات هنا بيقول لك تقريبا 250 لما انت اي سي بتاعك 10 ملي، اي سي 100 ملي بتبقى 600. الفي سي سات اللي هي الجهد بين الكوليكتور والاميتر في حاله الساتوريشن لما الترانزستور يبقى شورت سيركت، يبقى الفولت بتاعي مش بيبقى زيرو بالظبط، لا بيبقى ليه قيمه هنا 250 ملي فولت ل 600 ملي فولت. طيب الفي بي سات هنا اللي هو الجهد بين البيز والاميتر في حاله الساتوريشن، قال لك يتراوح من 700 ل 900 بناء على قيمه الاي سي. طيب احنا قلنا ايه؟ الدي سي كارنت جين اللي هي البيتا او اتش اف اي قيمتها من 110 ل 800، طب يا ترى اختار انهي قيمه؟ نبص في الرسمه دي اللي هو بيقول لك ايه دي سي كارنت جين، بيقول لك هنا الاي سي مع بيتا، فبيقول لك هنا الاي سي اللي انت عايزه في الدايره لو كان 10، لو انت عايز اي سي يمر في الدايره في ترانزستور 10 خلي بالك ملي امبير، اطلع كده على الرسم يطلع لك بيتا هنا، بيتا تطلع 110. خلي بالك هنا تشغل لوج سكيل، يعني القيمه دي 10، القيمه اللي بعدها 20، القيمه اللي بعدها 30، القيمه اللي بعدها 40، بتمشي 10 انت وماشي، لكن هنا القيمه 100 تبقى 110 120 وهكذا. طيب قال لك لو عايز 100 ملي امبير يمر في الترانزستور اللي هو اي كوليكتور 100 ملي امبير، قال لك بيتا بتاعتك بتبقى اقل من 110، تطلع كده على الكيرف هتلقى 100. طبعا اقصى قيمه عندنا للتيار 100 ملي امبير، يعني ما ينفعش حد يقول لي 150 ملي امبير غلط، لان هو كاتب لك فوق الاقصى تيار كام 100 ملي امبير. طيب نفس النظام هنا اي سي بالامبير، الكيرف الثاني هنا اي سي بالامبير، بتطلع منها الفي سي سات والفي بي سات، القيم دي هنحتاجهم في الديزاين طبعا. تشوف انت تيار الكوليكتور اللي انت محتاجه كام، يعني الموتور بتاعنا محتاج 1.5 امبير، فانا اجي عند 1.5 امبير كده واطلع كده بالسهم لفوق اطلع في سي سات وفي بي سات، القيمتين اللي انا مين محتاجه. خلي بالك الفولت هنا القيمه هنا بالمين؟ بالملي فولت، ده في حاله مين؟ الترانزستور اللي هو بي سي 547. نروح للترانزستور الثاني اللي هو تي اي بي 120، كمان معانا 121 122، يعني الداتا شيت دي خاصه بالثلاثه ترانزستور دول، نحهم ان بي ان. الترانزستور ده باور ترانزستور، الترانزستور ده شكله دي الباكج بتاعته، طبعا هنا بيقول لك رقم واحد اللي هو البيز على الشمال، رقم اثنين هو الكوليكتور اللي هو في النص، ثلاثه هو الاميتر، طبعا انت تكون ماسكه كده بحيث الميتال دي بتبقى في الظهر. نفس النظام مع بي سي 547، بيقول لك رقم واحد ده الكوليكتور، رقم اثنين ده البيز، رقم ثلاثه ده الاميتر، بحيث السطح الفلات ده يبقى فوقيتك ورقم واحد يبقى على الشمال. هنا دي الدايره من جوه عباره عن اثنين ترانزستور مش ترانزستور واحد في الحقيقه،
وهنا في مقاومات، وكم المقاومات قايل لك عليها اهو، بحيث الثلاث اطراف دي اللي هي البيز والكوليكتور والليميتر اللي هي الاطراف اللي طالعه هنا. طبعا في ميزه هنا في التي اي بي 120 والسلسله بتاعتها، ان في دايود كده عكسي حاله ان انت وصلت بولاريتي على الترانزستور معكوسه، في دايود هنا بيعمل حمايه عشان انت ما تحرقش الترانزستور. نروح للابسوليوت ماكسيمم ريتنجز، يهمني الفي سي اي او اللي هو بين الكوليكتور والليميتر اقصى جهد يستحمله، تي اي بي يستحمل 60. عندنا الاي سي اقصى تيار يستحمله اللي هو 5 امبير، اقصى تيار يمر في الكوليكتور 5 امبير. كمان معانا اي بي هو اقصى تيار يمر في البيز هو 120 ملي امبير. يعني انت وبتعمل ديزاين لازم تخلي بالك من الابسوليوت ماكسيمم ريتنج، ما تتعدهاش ولا ترانزستور هيتحرق منك. نروح بعد كده الاتش اف اي دي سي كارنت جين عباره عن 1000، الفي سي سات عندنا عباره عن 2 فولت في حاله ان انا مستخدم 3 امبير مع الاي سي، و4 فولت في حاله ان انا مستخدم 5 امبير مع الاي سي. خلي بالك الفي سي سات هنا قيمتها كبيره، 2 فولت ل 4 فولت. طيب هنا نفس النظام، البيتا عندك اتفقنا ان هي 1000 بتبقى ثابته، وممكن انت الاي سي بالامبير هنا تشوف الاي سي انت اللي عايزه يمر في الموتور كام، وبناء على طريقها تقدر تحسب البيتا للترانزستور من الكيرف ده. نفس النظام هنا اي سي بالامبير اهو، تعمل اسقاط كده راسي تطلع في سي سات وفي بي سات بين البيزو الاميتر والكوليكتور والاميتر في حاله الساتيوريشن. الكلام ده من داتا شيت يا حضرات، فلازم اي عنصر استخدمه لازم اجيب الداتا شيت بتاعته طبعا واتعامل معاه. وبالتالي زي ما احنا حسبنا التي اي بي 120 طلع 60 فولت من الداتا شيت، بيستحمل تيار 5 امبير، البيتا بتاعته ب 1000. يبقى هنا عايز احسب قيمه المقاومه اللي هحطها مع مين؟ مع البيز بتاعت الترانزستور اللي هتتوصل بعد كده مع المايكرو كنترولر او الاردوينو. فالمقاومه اللي انا هحطها دي ليها استخدامين او ليها وظيفتين. الوظيفه الاولى ان هي تدفع الترانزستور للساتوريشن بحيث يشتغل كشورت سيركت، وبالتالي يمرر التيار اللي انا عايزه في الموتور. الاستخدام الثاني بتعمل ليميتيشن للكرنت اللي جاي من الاردوينو بحيث ما يتعداش الريتنج كرنت الخاص بالمين بالاردوينو او المايكرو كنترولر. يعني ما ينفعش ترانزستور البيز هنا تسحب تيار اقصى من 40 ملي امبير، غلط البن بتاعت الاردوينو هتتحرق، او اقصى من 25 ملي امبير في حاله البيك ولا هيتحرق. فبالتالي انا اعمل ايه؟ معروف ان الاي سي بيساوي بيتا في اي بي، فانا عايز الاي بي بيساوي ايه؟ اي سي على بيتا، وبالتالي التيار الموتور اللي هو 1.5 امبير اقسمه على بيتا بتاعت التي اي بي 120 زي ما قلنا جبناها من داتا شيت ب 1000. طلع التيار هنا 1.5 ملي امبير، ده تيار البيز. فقال لك لا، عشان تخلي الترانزستور يشتغل في منطقه الساتوريشن خد التيار اللي طلع من هنا اضربه في 5 الى 10 اضعاف قيمته، وبالتالي الاي بيز بيساوي 5 في قيمه التيار اللي طلع من هنا. يبقى 5 في 1.5 تطلع 7.5 ملي امبير. يبقى تيار البيز عندي كام؟ 7.5 ملي امبير. لازم اتاكد ان التيار الاي بيز ده مش هيعدي الماكسيمم ريتنج الخاصه بالترانزستور. الماكسيمم ريتنج بتاع الترانزستور بتاعنا 120 ملي امبير زي ما شفنا في الداتا شيت. زي ما شفنا في الداتا شيت هنا الاي بي عباره عن الماكسيمم بتاعه 120 ملي امبير، هو كده مش هيتعدى الماكسيمم ريتنج بتاعي اللي خاص بالترانزستور. يبقى انا احسب قيمه المقاومه الار بي اللي انا هحطها هنا ازاي؟ هقول ار بي بيساوي جهد على تيار، الجهد اللي هو الفي انبوت اللي عندي ناقص الفي بي اي سات اللي هو الجهد بين البيز والاميتر ساتوريشن على تيار الاي بيز. الفي انبوت بخمسه، الفي بي سات عباره عن 1.5 دي جبناها من الداتا شيت، او انت بتقيسها عمليا هوريكم نقيسها عمليا ازاي. انا جايبها من الداتا شيت ب 1.5 من الكيرفات اللي احنا قلنا عليها. بصوا كده الكيرفات هنا، خلي بالك التيار بالامبير هنا عند 1.5 لان 1 بعد كده 2 عند 1.5 في النص هنا كده هطلع تلقاها تقريبا القيمه 1.5 في بي سات اهو، قسمتها على الاي بيز اللي هو 7.5 طلعت تقريبا 466 اوم. دي القيمه مين؟ بتاعت المقاومه اللي هحطها مع مين؟ مع ترانزستور. في نفس الوقت لما احط قيمه المقاومه دي هيسحب 7.5 ملي امبير، ده ما تعداش الريتنج بتاع الترانزستور، وفي نفس الوقت ما تعداش الريتنج بتاع الاردوينو. الاردوينو بيديني 40 ملي امبير للبن، بالتالي يبقى القيمه دي صحيحه والديزاين ده صح. بيقول لي عمليا ممكن استخدم قيمه مقاومه من 1 ل 4.7 كيلو للتي اي بي 120. لو غيرت نوع ترانزستور حساباتك دي كلها هتتغير، لان البيتا بتاعتك هتتغير وكمان الفي بي سات هتتغير. طبعا انا كاتب الفي انبوت بخمسه لان المايكرو كنترولر بيمديني بخمسه فولت. تعال كده نشوف عمليا قيمه المقاومه احسبها ازاي. انا طبعا ده الموتور بتاعي انا مظبطه عندي على ان هو بيشتغل ب 12 فولت، وحاطط اميتر هنا عشان اقيس التيار، هو بيشتغل على 12 فولت اهو، وكمان حطيت ترانزستور هنا وعايز اقيس الفولت بين الكوليكتور والاميتر
كمان عايز اقيس الفولت بين البيز والاميتر، وجبت اميتر عشان اقيس لتيار الاي بيز، وحطيت مقاومه متغيره وحطيت هنا 5 فولت كامبر. دلوقتي انا هعمل ران، همسك قيمه المقاومه دي اغير فيها. بص كده هبدا من زيرو. زيرو يعني شورت سيركت، وبالتالي بيمر عندي 578 ملي، يبقى كده الترانزستور اتحرق في نفس الوقت الاردوينو بتاعي اتحرق. فانا اعمل ايه؟ اقعد اكبر في قيمه المقاومه. هنكبر كده القيمه كده 330 اوم، شغال برضو في منطقه الساتيوريشن، او بيسحب وقتها 10 ملي امبير، برضو في السيف سايد صح. ايه المشكله هنا؟ خلي بالك لما الاي بيس بيسحب 10 ملي امبير في حاله مين؟ انت مستخدم 330. تعال نكبر شويه، نستخدم مثلا 1 كيلو، اكتب هنا 1 كيلو كده عشان اظبطها. بيمر تيار كم وقتها؟ بيمر تقريبا 3.5 ملي امبير، والترانزستور بتاعي في الساتيوريشن لان الفي سي اي تقريبا 658 اهي، القيمه بتاعتها صغيره. وخلي بالك ان الفي بي اي 1.5 فولت زي ما انا كتبتها في القانون اهي، بين البيز والاميتر 1.5 فولت. تعال نكبر دي شويه، نخليها مثلا 2 كيلو اهي، 2 كيلو بيسحب وقتها 1.7 ملي امبير، والفي سي سات نفس القيمه ما اتغيرتش، والموتور بيسحب تقريبا 1.4 امبير، والفي بي اي 1.4 تقريبا او 1.5 فولت. فتقريبا ما فيش اختلاف لو انا كبرت المقاومه ل 2 كيلو، مقبوله. بس يا ترى احسن احط 2 كيلو ولا 1 كيلو؟ في حاله ال 1 كيلو كان بيسحب تقريبا 3.5 ملي امبير، في حاله 2 كيلو هنا بيسحب تقريبا 1.7 ملي امبير. انهي احسن؟ طبعا ال 2 كيلو عشان يسحب تيار اقل، فبالتالي لو انا بغذيه هنا ببطاريه ده يسمح لي ان هو يقعد فتره اطول في التغذيه. ان انا كده بسحب تيار اقل، فبالتالي الباور ديسيبيتد بتبقى اقل. تعال نكبر كده هنا، نخليها مثلا 3. بصوا كده عند 4.6 شغال هنا في منطقه الساتوريشن هنا. بصوا كده منطقه الساتوريشن برضو لسه، لان الفولت صغير والموتور بيدور بنفس التيار. تعال طب نكبر شويه كده، 4.6 اهي نفس القيمه في الساتوريشن برضو، نخليه 5.6، ادي 6.6 برضو الموتور بيدور وساحب نفس التيار. تعال نكبر عن 6 خليناها 8. بصوا 8 كده تيار الموتور قل والفولت هنا بقي 2، يبقى انت تعديت منطقه الساتوريشن كده. رغم كده الفي بي اي ما زالت ثابته 1.4، بس انا تخطيت منطقه الساتوريشن هنا كده، الفولت زاد كده. انا ممكن ابقى شغال في الاكتيف ريجون عند 8 كيلو، كل ما نزود المقاومه كده بصوا كده تلقى الفولت هنا زاد بقي كام؟ لما استخدمت 9 كيلو بقي 3. وطبعا التيار اللي هيسحبه الموتور قل، فمش هيشتغل بالماكسيمم باور بتاعته. فلا كده انا شغال في الاكتيف ريشن، ما ينفعش، لازم اشتغل في الساتوريشن ان ده يبقى سويتش فقط. فبالتالي هنا رينج المقاومه زي ما احنا قلنا هيطلع من 1، هنلقى في الساتوريشن اهو قيمه المقاومه معانا كمان لغايه 4.7 كيلو اوم، برضه شغال في الساتوريشن ونفس التيار ما اتغيرش بتاع الموتور. يبقى الرينج ده مقبول جدا عمليا، خاص بالتي اي بي 120. لو غيرت ترانزستور لازم تغير حساباتك. وبالتالي احنا عرفنا نحسب قيمه المقاومه دلوقتي واستخدامها ليه. احنا قلنا ان الترانزستور اللي بستخدمه مع دي سي موتور عباره عن ان بي ان وليس بي ان بي. ايه السبب في كده؟ دايما في حاله الان بي ان لازم اللود يبقى مع الكوليكتور، ده الكوليكتور هنا، السهم هنا بيبقى لتحت اهو، ده الاميتر والكوليكتور اهو، بحط مع اللود واللود اوصله للتغذيه مباشره البوزيتيف بتاعي، والنيجاتيف بتاع التغذيه بيبقى هنا. طبعا بحط مقاومه هنا، وعرفنا نحسب قيمه المقاومه ازاي، بيبقى هنا البوزيتيف بتاع مين؟ البيز بتاعي. هنا ال ان بي ان لما انا احط 5 فولت، لان لازم البيز تبقى اكبر من الاميتر بمقدار 7.10، فانا لما احط 5 اكبر من الزيرو فالترانزستور ده يبقى شورت سيركت فالموتور يشتغل. اتفقنا لازم اللود يبقى معاه الكوليكتور دايما ثابت. وهنا بحط التغذيه بتاعت الخاصه بالموتور. طب لما انا احط زيرو، الزيرو وهنا زيرو، يبقى البيز مش اكبر من الاميتر، ده بتساويها، فالترانزستور ما يشتغلش، يبقى اوف ومفيش تيار مضر في اللود. واتفقنا ان لازم اللود التغذيه بتاعته دي هنا لازم يستحملها الترانزستور ولا يتحرق من الداتا شيت. ال ان بي ان مفيش مشكله. تعال نروح للبي ان بي. البي ان بي هتلقى السهم داخل لجوه، ده خاص بالاميتر، والطرف الثاني ده الكوليكتور. طبعا اللود بيتوصل مع الكوليكتور للارضي، الاميتر بحط عليه التغذيه بتاعتي هنا. طبعا ده البيز. هنا عشان الترانزستور ده يشتغل لازم الاميتر يبقى اكبر من البيز ب 7.10. ايه معنى الكلام ده؟ يعني الفولت اللي هنا يبقى اكبر من الفولت اللي على البيز هنا بمقدار 7.10. طيب انا هحط هنا زيرو،
يبقى لازم على الميتر هنا احط قيمه اكبر من 7 من 10، يعني 7 من 10، 8 من 10، 1 2 5، الكلام ده كله مقبول. لما القيمه اللي هنا تكبر اكبر من القيمه اللي هنا يبقى الترانزستور ده يبقى اون. لما الترانزستور ده يبقى اون يبقى السبلاي هنا هيمرر تيار لللود للارضي. بس خلي بالك هنا اتفقنا ان انت بتحط ايه البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. ايه رايكم لما انا احط 5 فولت؟ لان المايكرو كنترولر بيمديني ب 5 فولت، احط هنا 5 فولت عشان ده يقف لازم الجهد على الاميتر بيساوي جهد البيز، يبقى لازم احط هنا 5. طب لنفترض ان الموتور بتاعي شغال ب 12، فانا عايز اثبت هنا 12. لو انا حطيت 12 هتبقى ال 12 اكبر من 5 هيفضل شغال على طول، هيبقى شغال في الحالتين وبالتالي مش هيفصل. فعشان الموتور يفصل لازم احط الفولت اللي على الاميتر يساوي الفولت اللي على البيز بالظبط، غير ال ان بي ان. عشان كده انا دايما بفضل ان بي ان، برفض البي ان بي في حاله استخدام الدي سي موتور. طبعا البي ان بي بيفضل في حالات تانية كتير زي ال 7 سيجمنت زي ال ال سي دي. تعال نشوف دايره عملي كده توضح الكلام اللي انا قلته. عندنا هنا ال ان بي ان واتفقنا مع الكوليكتور بيبقى اللود او الدي سي موتور بيشتغل عندي ب 12، لازم احط معاه الدايود طبعا زي ما احنا قلنا. انا هحط قيمه المقاومه هنا عندي نص كيلو، تدفع الترانزستور ده لفين؟ منطقه الساتوريشن. هطبق 0 فولت، تعال نشغل الدايره هنا، طبق 0 فولت هنا مفيش تيار هيمر، الموتور فاصل. تعال نغير كده نخلي دي 5، ايه رايكم؟ 5 الموتور اشتغل. طب نطبق 0 اهو، التيار مر في الدايود والموتور وقف. طب تعالى مع البي ان بي، بي ان بي اللي هو تي اي بي 125، هو من نفس السلسله بس النوع بتاعه بي ان بي. السهم هنا داخل لجوه يبقى ده الكوليكتور، دايما اللود بيتحط مع الكوليكتور، وما انساش الدايود طبعا في اتجاه معاكس ولا الارضي. الموتور ده بيشتغل ب 12 فولت، فلازم الاميتر احط معاه كام؟ 12 فولت، لان الموتور ما ينفعش اوصل عليه 5، لازم 12 عشان اشغل. حطيت على البيز عندي نص كيلو وهطبق هنا 0 فولت. ايه رايكم متوقع ايه؟ الاميتر هنا السهم داخل يبقى ده الاميتر اكبر من البيز، وبالتالي في البي ان بي هيشتغل. تعال نشغل كده، الموتور هيشتغل اهو تمام. طيب تعال كده نطبق 5 فولت لان المايكرو كنترولر بيطلع 5 فولت. طبق 5 هتلقى مازال برضو الموتور شغال، يبقى شغال في جميع الاحوال. ليه؟ لان مازال الاميتر اكبر من البيز، فبالتالي الترانزستور هيبقى اون. طب انا عايز اوقف الموتور، توقف الموتور لو هنا ده موتور شغال ب 12 لازم تحط على البيز بتاع الترانزستور بتاعك 12 عشان توقفه. وقف في الحاله دي، طبعا الكلام ده مش منطقي لان الاردوينو بيطلع لي 5 فقط ما يطلعش 12، فعشان كده انا برفض البي ان بي في حاله استخدامه مع الدي سي موتور والمايكرو كنترولر. اتمنى الصوره تكون وضحت. نفترض هنا انا عندي لود محتاج فولت عالي جدا اعلى من اللي هستحمله اي ترانزستور، اعمل ايه؟ الحل بكل بساطه ان انا استخدم ريلي مع الترانزستور. الريلي ده اشكاله، الريلي عباره عن كويل وكونتاكتس، كونتاكتس عباره عن نورمالي كلوزد ودي عباره عن نقطه مقفوله دايما، في نقطه هنا مع الكومن مفتوحه دايما، فلما بيمر تيار في الكويل ده بيولد مجال مغناطيسي يجذب الريشه دي، فاللي كانت مقفوله تفتح والمفتوحه تقفل. زي ما احنا قلنا ادي الكويل، اول ما مرر فيه تيار هنا النقطه المفتوحه دي بتقفل واللي كانت مقفوله بتفتح. طبعا اي عنصر عايز اوصله مع المتحكم بيقول لك ايه؟ اوصله مباشره زي الليد اذا كان قدره المتحكم اكبر من قدره الحمل، يعني قدره المايكرو كنترولر اكبر من قدره الليد. طيب امتى استخدم الترانزستور؟ الحاله الاولانيه اللي احنا شرحناها بيقول لك اذا كانت قدره المتحكم اصغر او تساوي قدره الحمل، يعني في تساوي هنا. اما اذا كان قدره المتحكم المايكرو كنترولر اصغر بكتير جدا من الحمل، قال لك لازم استخدم ريلي في النص مع الترانزستور، وبالتالي التوصيله كالاتي. ادي الترانزستور ان بي ان اتفقنا هنستخدم ان بي ان، وطبعا هنا المقاومه وكمان الفي انبوت اللي راح على المايكرو كنترولر. الكوليكتور ده هوصل عليه الكويل بتاع مين؟ بتاع الريلي. وطبعا الريلي بتاعي بيشتغل ب 5 فولت او 12 فولت، سواء 5 او 12 هتلقى الترانزستور بيستحملها بكل سهوله مفيش مشكله. لكن لو قلت لك دي سي موتور بيشتغل ب 200 فولت، الترانزستور ده ممكن ما يستحملهوش. لكن الريلي الكويل بتاعه مباشره بيبقى ب 5 فولت او 12، وما تنساش الدايود العكسي لان ده ملف، وانا بين النقطتين المفتوحين دول اوصل الموتور بتاعي وباي باور بتاعي. هنشوف هنا كده لو طبقت 0 فولت على الترانزستور هنا وانا مع الكوليكتور هنا موصل الكويل بتاع الريلي، وطبعا دي تغذيته سواء كانت 5 او 12، وما ننساش الدايود ونوع الترانزستور ده ان بي ان. جيت هنا في النقطة المفتوحة، رحت موصل على النقطة المفتوحة من فوق كده التغذية الخاصة بالدي سي موتور وليكن مثلا 200 فولت لو الدي سي موتور بتاعت 200 فولت، واجي الكومان هنا
هوصلها بالموتور والطرف الثاني للارض. فبالتالي لما انا اطبق زيرو هنا الترانزستور ده يبقى ايه؟ مفتوح، هيبقى اوف، وبالتالي مفيش تيار هيمر في الكويل، هتبقى الريش زي ما هي ومسار التيار هيبقى مقطوع، مفيش حاجه هتمر في الموتور. اما لو طبقت 5 اللي بيحصل ده بيبقى اون. لما بيبقى اون يمرر تيار في الكويل الارضي، الريشه اللي هنا تغير من وضعها، اللي كانت مقفوله تفتح واللي كانت فاتحه تقفل. فبالتالي انا وصلت التغذيه الخاصه بالموتور للموتور نفسه، الموتور هيدور، يبقى الريش غيرت من وضع اتجاهها والتيار مر في الموتور، الموتور ده هنا كده انا اتجنبت مشكله ان ايه الدي سي موتور بتاعي ممكن يشتغل ب 200 فولت، الترانزستور انا ما كانش يستحمله. لا، ده انا بكل بساطه عن طريق الريلي اقدر اوصل اي فولت انا خاص بمين؟ بالدي سي موتور. في حاجه اضافيه خاص بالدايره دي اللي هي الاوبتو كابلر، دي حاجه ادفانسد شويه مهمه طبعا. الموضوع بدل ما انا يبقى في انتر كونكشن من دايره الباور والمايكرو كنترولر، لا انا عايز اعمل فصل تام اللي هو يستخدم اوبتو كابلر او اوبتو ايزوليتور. اوبتو ايزوليتور بيضيف على الدايره السابقه مش اكتر. يبقى عندنا هنا ليد وفي الناحيه الثانيه ترانزستور، الليد ده بوصل الانود مثلا وليكن ب 5 فولت والكاسب بوصله بمقاومه 220 للارض، مد الانود ب 5 فولت من الاردوينو او اي مايكرو كنترولر، الليد ده بينور بيطلع ضوء، الضوء يسقط على البيز بتاع الترانزستور، الترانزستور ده يتحول لشورت سيركت. طبعا هنا في اي سي جاهز اسمه اي ال دي 74، ده بيبقى شكله ده من الليد اللي جوه، وطبعا هنا ده مين؟ ترانزستور. خلي بالك بس هنا مقلوبه، يعني ده الكوليكتور اللي تحت والسهم طالع فوق، هنا ده الاميتر ونوع الني بي ان. نفس النظام هنا، الانود من تحت هنا اما الكوليكتور بتاع الترانزستور من فوق. هنلاحظ هنا ان في فصل بين الليد والترانزستور، يعني مفيش اي اتصال بين الاثنين، عشان كده اسمه ايه؟ اوبتو كابلر، يعني مفيش اي اتصال بين الدايره اللي هنا والدايره اللي هنا. طب انا بوصله في الدايره بتاعتي ازاي؟ التفانه ده الليد بوصل معاها مقاومه 330 او 220 او 1 كيلو، بس 1 كيلو يعني كبيره جدا، فانا بفضل 220 او 330، بوصلها بالبن بتاعه الاردوينو او المايكرو كنترول والطرف الثاني للارضي. بالتالي هيسقط ضوء هنا، الترانزستور ده هيبقى شورت سيركت. دي الدايره اللي احنا شرحناها من شويه، ادي الدي سي موتور بتاعي وادي الدايود وادي الترانزستور الاصلي اللي انا عايز اعمل له بايس او ادفعه لمنطقه الساتوريشن، ومعاه قيمه المقاومه اتفقنا نحسبها ازاي. هوصل الطرف ده مع الاميتر وطرف الكوليكتور مع ال 5 فولت او ال 12 فولت، بوصلهم على 12 فولت او ال 5 فولت، مش هتفرق معانا هنا، بس اللي هيفرق معانا قيمه المقاومه في حساب. لما انا ادي 5 فولت للليد اللي هنا ده هيبقى شورت سيركت، يبقى ال 12 فولت دي وصلت فين؟ على البيز بتاع الترانزستور الثاني، هيبقى ده شورت سيركت. تاني مره التيار في مين؟ في الموتور. لما انا احط زيرو هنا ده هيبقى مفصول، هتبقى مفيش تيار للبيز، يبقى ده مفصول، يبقى الموتور يقف. نفس الفكره اللي احنا قلنا عليها، بس المره اللي فاتت احنا كنا مستخدمين الموتور مع ترانزستور مباشر. طب انا عايز استخدم ريلي، نفس النظام، ادي الليد بتاعتنا هنا اللي جوه الاوبتو كابلر، هستخدم مقاومه معاها تقريبا 330 للبن اللي راح مين؟ مايكرو كنترولر، والطرف الثاني ده للارض، ده الترانزستور اللي جوه. هوصل هنا الكوليكتور بتاعي، الكوليكتور بتاعي بال 5 فولت بتاعت الاردوينو او المايكرو كنترولر، وبعد كده الطرف الثاني على مقاومه راح على البيز بتاع الترانزستور الاصلي، الترانزستور الاصلي متوصل مع الكويل بتاع الريلي، وما ننساش الدايود العكس، والكويل طبعا بتاع الريلي بيتغذى ب 5 فولت برضه اهو. وفي نقطتين اتفقنا هنا، نورمالي اوبن ونورمالي كلوزد، فانا بوصل الموتور بالشكل ده، بوصل التغذيه الخاصه بالموتور وليكن مثلا 12 فولت على النورمالي اوبن، النقطه الثانيه على الموتور للارضي. اللي بيحصل هنا لما ده يطلع 5 فولت الاردوينو او اي مايكرو كنترولر، الليد اللي هنا تشتغل، الترانزستور ده يبقى شورت سيركت، يبقى ال 5 فولت هتمر كده في الترانزستور ده، هتروح واصله للبيز بتاع الترانزستور اللي هنا، يعمل له بايس، يدفعه في منطقه الساتوريشن، وبالتالي هيمر التيار في الكويل اللي هنا ده. اول ما يمر التيار في الكويل كده للارضي، وبالتالي الريش هتغير من وضعها والموتور ده هيشتغل. لو طلعت 0 فولت الليد تفصل، الترانزستور ده يفصل، يبقى البيز مش مر فيها تيار، الترانزستور يفصل، الريلي ما يمرش فيه تيار، او الكويل بتاع الريلي ما يمرش فيه تيار، وضع الريش دي ما يتغيرش، يبقى زي ما هو كده، تبقى دي مفتوحه وبالتالي يفصل التيار على الموتور. ما انساش الدايود العكسي هنا عشان انا بستخدم ملف. ايه الواضح من الرسمه هنا؟ ان دايره الباور الجزء اللي هنا ده عملت له ايزوليشن من دايره الكنترول او الواصله بالاردوينو على المايكرو كنترولر. مهما يحصل مشكله في دايره الباور هنا، بالتالي مش هتاثر على دايره الكنترولر عندي، مفيش اتصال، فالدايره دي هي افضل دايره في التصميم. وممكن احنا قلنا ادي الدايره بتاعتنا اللي هنشتغل عليها عمليا، ان انا عندي المايكرو كنترولر هنا او الاردوينو ايا كان،
هوصله مع الانود بتاع الليد اللي جوه اللي هي طرف واحد في الاي سي، هطلع بمقاومه 330 للاردي. بس خلي بالك لو انت شغال على الاردوينو لازم الاردي يتوصل بالاردي بتاع الاردوينو. هنا الكوليكتور على طرف 7 بتاع الترانزستور الاول والاميتر على 8. انا همد على الكوليكتور كام؟ 12 فولت. لو انت عايز تاخد 5 من الاردوينو اوكي، بس المقاومه دي حسابتها هتتغير، تمام؟ فانا حاطط 12 فولت هنا. هالكوليكتور هتروح للبيز وبالتالي هتمر في المقاومه بتاعت البيز، هيعمل بايس لده، هيبقى شورت سيركت، وبالتالي الموتور عندنا هنا هيتغذى ب 12، هتيجي 12 للموتور للارضي. وقتها الموتور هيدور، ما تنساش تعمل الدايود اللي هو فري ويلنج دايود عشان احمي الدايره من الباك ام اف في حاله فصل التيار عن الموتور. اتفقنا قيمه مقاومه البيز دي بتحسبها بالقوانين بتاعتنا. انا مستخدم هنا الفي انبوت ب 12 فولت، قيمه المقاومه طلعت معايا 10 كيلو. لو استخدمت 5 فولت قيمه المقاومه اللي هنا دي هتبقى من 1 كيلو ل 4.7 كيلو. طبعا في مقاومه محطوطه هنا اللي هي 100 كيلو دي، استبلت مش اكتر عشان احافظ على جهد ثابت. غير كده عندك المكثف هنا بحطه مع الدي سي موتور عشان يحافظ على التغذيه اللي واصله للموتور ب 12. طبعا قيمته 1/10 مايكرو فاراد. ما تنساش الفولت بتاعه لازم اللي خاص بالمكثف لازم تختاره اكبر من التغذيه. يعني لو كانت عندك التغذيه 12 اختار المكثف الجهد بتاعه 25. يا ريت الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه. هنشتغل عملي اكتر من 6 برامج عمليا، ازاي ان انا اعمل ان اوف للموتور، وازاي اعمل عليه كنترول باستخدام البي كنترولر، بي اي كنترولر، بانج بانج كنترول، وازاي اقرا سرعته باستخدام التاكو، ومجموعه من الفيديوهات ان شاء الله هتبقى عمليه وهنشرح فيها الاكواد ونشرح فيها التوصيل العملي. شكرا جزيلا.